تناغم الألوان ومتانة المبنى وتناسق الأشكال الهندسية، خصائص تميز بها الزليج التقليدي المغربي على مدى قرون، وحافظ بها على أصالته ومكانته داخل منظومة المعمار المغربي. هذه الورشة واحدة من مئات الورشات بالمغرب، والتي تتم بها صناعة هذا الزليج وفق قواعد تحترم مواصفات الدقة والجمال. ومن بعد كان مغبرو كيتغطر السيلو وكيوقف على شكل طنيات. الحسن صانع تقليدي له أزيد من 40 سنة في ممارسة هذه الحرفة، وهو واحد من بين آلاف الصناع الذين ساهموا في نقل هذه الحرفة صوب عدد من الدول العربية والغربية، كما ساهم في تسعينيات القرن الماضي في إعادة اللمسة المغربية لعدد من البنايات التاريخية بتلمسان الجزائرية. المهنة ديال الزليج التقليدي مارستها هذه 45 سنة. هذه المهنة لأصل ديالها مدينة فاس، ما تربينا وتعلمنا على يد المعلمين ديالنا، خدمنا في الدول العربية في الخليج، خدمنا في السعودية، في الكويت، مشينا البرازيل، ومشينا وخدمنا حتى في الجزائر في تلمسان 1990 بعد ما أتيت معايا، وخدمنا في بعض الفيلات. الناس ما عندهم حتى شي دراية ولا شي خبرة في الميدان ديال الزليج التقليدي، لأن هذا واحد المنتوج مغربي أصيل موروث على الآباء والأجداد من عهد مارينيين. وللمحافظة على هذا الفن المغربي العريق وتوثيق تقنيات صناعته والتي يختص بها الصانع المغربي دون غيره، فقد تمت المصادقة عليه وتوثيقه لحمايته على المستوى الدولي كإرث مغربي خالص في إطار برنامج المحافظة على حرف الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية. بالنسبة للجليج البلدي هو مهنة أو حرفة عريقة وتعبر عن الأصالة والتقاليد المغربية العريقة منذ قرون وقرون. وبالنسبة للصناع اللي تيبدأوا في هذه الأمور، هناك صناع مهرة يعتبرون سفراء المملكة فوق العادة. الوزارة عملت عملية تصديق لأغلب الحرف وكذلك الحرف السائرة في طريق الانقراض عبر اليونسكو، وكذلك تدعم الدعم التقني لصناع الفرادة والجمعيات والمقاولات الصناعة التقليدية من حيث السلامة المهنية. حرفة الزليج التقليدي المغربي مهنة دقيقة ومعقدة، وتتطلب مهارات متميزة لا يحتكر إتقانها سوى الصانع المغربي لتوظيف هذا الزليج بكثرة في عدد من البنايات كالمؤسسات العمومية والدور الفخمة والمساجد، إضافة للتراكم التاريخي لهذه المهنة التي بصمت إلى اليوم عددا من المناطق التي امتدت إليها الدولة المغربية تاريخياً.